نظمت جمعية هيكتوبيديا فيلم مدار الشباب هو ريبوماديان بيتبسى دورة تكوينية في صناعة الفيلم الوثائقي والروبورتاج، مما يسمح للمتدربين بالمعايشة مشاهدة وتعلما. هذا وقد أبدى المتدربون إعجابهم بهذه الدورة ومدى استيعابهم. تتضمن هذه الدورة مجموعة من الورشات التطبيقية النظرية اللي تسخر لها كل الوسائل المحترفة من إمكانات على قدر المستطاع، واللي نتمنوا من خلالها تكون كاين استفادة للمهتمين بهذا المجال. نحن الآن في اليوم الثاني من الدورة التدريبية للفيلم الوثائقي والريبورتاج، حيث تعرفنا في اليوم النظري أو في اليوم الأول على أمور نظرية تخص تقديم الريبورتاجات والخرجات الميدانية، والآن نحن بصدد التعرف ميدانيا على أهم الوسائل المستعملة في التصوير وإنشاء الانترفيو. للإشارة أن تلك الجمعية سبق لها وأن قامت بسلسلة دورات مماثلة توجت بالإقبال اللافت لفئات الشباب.